نرجع تاني ال metric calculation إلى طبيعتها و key values إلى طبيعتها عن طريق no metric weight. تمام، طبعا ال neighborship هتقع. هنروح تاني إلى router 1 no metric weight. Router 3 no metric weight. كان المفروض ال neighborships ترجع تاني، ولو استعرضت أخبار ERPA عن طريق show IP protocol هلاحظ إن metric weights رجعت تاني زي ما كانت K1 بـ1، 2 بـ0، 3 برضو بـ1، وأربعة وخمسة بـ0. تمام. لو جيت رجعت على router 2 استعرضت ال routing table بتاعه، هلاحظ ان 172.16.1 انا عارفها عن طريق router 3. لو انا اثرت في حسابات router 2 عن طريق ان انا غيرت ال bandwidth وال delay، قللتهم بشكل مناسب يؤدي الى ان router 2 يغير رأيه ويستخدم router 1 للوصول للنتورك اللي ورا router 1 اللي هي 172.16، فممكن اعمل ده عن طريق ان انا اروح على interface serial 0/1 وادي له bandwidth قليل، انا اسف bandwidth كويس، مثلا انا زودت شوية اصفار، ممكن نعمل 10 جيجا. تمام، والديلاي نخليه 1. هو الديلاي بيبقى tens of microseconds، فاحنا هنخليه 1 يعني 10 microsecond. تمام، ونكلير routing table كله، وبعد كده نستعرض ال routing table show IP route. هنلاحظ ان بالفعل router 2 بيفضل دلوقتي الطريق عن طريق router 1 للوصول الى ال network ده عن طريق serial 0/1، لان انا قللت الايه المتريك والديلاي بتوعه. تمام، فده الامر اللي بغير بيه الماتريكس، امر بغير بيه باندويث. بالنسبه للوان اوبشنز بالذات على مالتي بوينت انترفيس، يعني هنا مثلا عندنا فريم ريلاي نتورك، عندنا بي في سي ما بين راوتر 1 اند 3 وبي في سي ثانيه ما بين راوتر 2 اند 1، في نتورك هنا وفي نتورك هنا، فيش حاجه مباشره ما بين الاثنين. اذا ابديتس about these networks اللي هم ورا router 3، networks اللي ورا router 3 دول عشان يروح update عنهم لغاية router 2 هنا بيتبعت update الى router 1. نلاحظ بقى ان الابديت ده لما يجي يخش هنا يخش على serial 0/0. طيب هل باستخدام EIGRP router 1 هيبعت update على نفس الانترفيس خارج من في الاتجاه دوت يروح الى router 2 عن نفس النتوركس؟ لو نفتكر كان عندنا rule بتحصل مع distance vector routing protocols اسمها split horizon. split horizon rule كانت عشان خاطر تحمينا من حدوث loops، فكان اللي بيحصل او الرول بتقول ان لو في update عن network ولتكن النتورك 3 و3 اللي هنا دول، النتوركس ديت اتبعت عنهم ابديت والابديت ده دخل على انترفيس معين في الراوتر، ما ينفعش الراوتر يخرج ابديت عن نفس النتوركس من نفس الانترفيس. تعال نشوف كده التوبولوجي ديت عندنا ازاي ممكن تحصل. جهز الراوترز ونخش على الراوترز دي. طيب انا هروح على الراوترز زي راوتر 1، هقفل الانترفيسز القديمه، اعمل لها شات داون، او يعني الانترفيسز اللي انا كنت بستخدمها.
تمام، وهشغل الفريم ريلاي نتورك. نعمل فريم ريلاي كونفيجريشن كده ما بين راوتر 1 2 و 3 بالمرة عشان نرفرش الفريم ريلاي كونسبت. هنستعرض الانترفيسز دلوقتي، المفروض ان كلها تبقى مقفولة. شو اي بي انترفيس بريف، تمام، كله administratively down حتى لو كان واخد values. هو اللوب باك انترفيس بس. طب بالمرة احنا نشغل اللوب باك انترفيس التاني، انترفيس لوب باك 1 نو شات، تمام، ونروح بالمرة على الراوتر 3 ونشوف ايه الانترفيسز اللي شغالة ونقفلها. وفاست ايثرنت 0/0 اب اب عايزين نقفله، فاست ايثرنت 0/0 وانترفيس فاست ايثرنت 0/1 برضو نقفله، وانترفيس رويال 0/1 برضو نقفله. show IP interface brief. هلاحظ هنا ان انا كل الانترفيسز عندي مقفوله ما عدا اللوب باك انترفيسز اللي هم بيعملوا لكنهم يعني لان انترفيسز. هروح بقى دلوقتي على انترفيس انترفيس سيريال 0/0 وهخلي encapsulation frame dash relay، هقفل frame relay inverse arb عشان ما يعملش من نفسه mapping ما بين ال DLC numbers وال IP addresses، و هديله IP address 192.168.103.3/24 وهقوله ان انت عشان خاطر من الماب، يعني عشان خاطر تتكلم مع router 1 frame relay map ما بين ال IP address اللي اسمه 192.168.103.1 ده هتستخدم له DLC number 103 زي ما احنا شايفين هنا، وده هيكون مسموح انه يمشي عليه broadcast. الماب ديت هيمشي عليها broadcast ونشط بالنسبة للانترفيس عشان نعمل له enable. بعد كده هروح على router 1 interface serial 0/0 الانترفيس اللي منه هعمل encapsulation frame relay وهنقفل برضو frame relay inverse ARP وهنعمل frame relay map ما بين IP address 192.168.103 أو إلى 103.3. هنستخدم DLC number 103 ودي برضه هتبقى broadcast. ونعمل واحدة كمان اسمها أو بتودي إلى router 2 102.2 actually لا هو هتبقى 100 عشان كلهم في network واحدة، هتبقى 103.2 كلهم في network واحدة 192.168.103.2 DLC number 102 وندي الانترفيس ده IP address 192.168.103 103 كام؟ 103.1/24
ونعمل له enable. تمام، يبقى كل الانترفيسز يعني serial 0/0 هنا وهنا وهنا كلهم مع بعض في نفس النتورك. تمام، كده المفروض ان انا راوتر 1 وراوتر 3 يعرفوا يكلموا بعض. 192.168.103.3. That's what I thought. انا ما اذكر ان، ودي برضو هنتأكد منها دلوقتي، ان راوتر 3 عشان يوصل لراوتر 1 بيستخدم دلسي نمبر 301، وهنا 201، يعني راوتر 1 عشان يوصل لراوتر 2 بيستخدم دلسي 102، لكن راوتر 2 عشان يوصل راوتر 1 بيستخدم 201. نتأكد عن طريق ان احنا هنروح على راوتر 3 ونقول له وريني فريم داش ريلاي ماب. لو انت كاتب المابنج غلط هتلاحظ ان الدلسي نمبر غير مقبول. هو هنا في الحالة دي بشكله مقبول، بس نستعرض فريم ريلاي بي في سي. لا فعلا 103 صح مش 301. 103 صح، لا مش 301. طب anyways نعمل ping على 192.168.100